فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لقناتنا بتعرض فرص منح بشكل مستمر، فريد تتصفحوا القناة عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. بالنسبة لمنحة النهاردة، هي منحة دراسية ممتازة جدا في أحد الدول القوية وهي دولة أستراليا. تمام، في طلاب كتيرة جدا بيحلموا انهم يدرسوا في هذه الدولة، وطلاب كتيرة من حول العالم بالفعل بيدرسوا فيها، وكل الجامعات فيها تعتبر من احسن وافضل الجامعات حول العالم. بالنسبة للجامعة المقدمة لهذه المنحة او اللي هيتم فيها الدراسة هي ملبورن يونيفرسيتي. تمام، دي الجامعة اللي هيتم فيها الدراسة، والمنحة دي هي مقدمة من الحكومة واسمها الـ RTP، ودي بتكون في معظم جامعات استراليا. لكن احنا النهاردة هنتكلم عن منحة الحكومة الاسترالية للدراسة في جامعة ملبورن. تمام، طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لمرحلتين فقط، مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه. يعني عايز تدرس ماجستير او دكتوراه متاح، انما البكالوريوس غير متاح دراسته في هذه المنحة. تمام، طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم المنحة دي بكل سهولة. طيب بالنسبة بقى للتمويل في المنحة دي، صراحة تمويل ممتاز جدا. أول حاجة حضرتك بتاخد رسوم دراسة كاملة بالمجان، أنت مش بتدفع أي تكاليف خالص للدراسة. تاني حاجة بيكون ليك راتب شهري بما يعادل 2600 دولار بتاخدهم شهرين عشان تكفي احتياجاتك من سكن وطعام وما إلى ذلك، وطبعا ده راتب كافي جدا وممكن كمان تدخر منه مبالغ مادية. تالت حاجة، عند وصولك لأستراليا أول ما بتوصل بيكون في مكافأة مالية للطلاب الدوليين بتعادل 3000 دولار بتاخدهم عند وصولك، تقدر تظبط بيهم حياتك، يعني ده غير الراتب الشهري. كمان بيكون في تذاكر الطيران من بلدك إلى أستراليا مجانا. كمان المنحة دي بتشمل التأمين الطبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، كل تكاليف العلاج بتكون على حساب المنحة. بالإضافة كمان إن المنحة دي ممكن تشمل اللي هي أصحاب الأسرة، وده طبعا يعني بعد قبولك انت بتتواصل معاهم، واذا كنت شخص متزوج او عندك اسرة بتتواصل معاهم وهم بيرتبوا لك كل هذه الامور. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، هي تخصصات عديدة جدا، ممكن تقول كل التخصصات متاحة. كل التخصصات اللي بتقدمها جامعة ملبورن متاحة، زي التخصصات الصحية الطب وغيره، التخصصات الهندسية، تخصصات الحقوق، التربية، العمارة، تعتبر معظم التخصصات متاحة في المنحة دي. تمام، وانا حاطط لكم مقال في صندوق الوصف اسفل الفيديو فيها شرح المنحه وايضا التخصصات المتاحه كلها. بالنسبه بقى للاوراق المطلوبه في المنحه دي، هي اوراق بسيطه مش معقده. اول حاجه بتطلب منك شهاده المؤهل الدراسي. تمام، اذا كنت انت في اخر سنه من المؤهل الدراسي الحالي، يعني مثلا انت في اخر سنه من بكالوريوس وعايز تقدم ماجستير متاح، او اتخرجت بتجيب شهاده التخرج كشف الدرجات. كمان مطلوب منك السيره الذاتيه بتاعتك، السي في بتاعك، وكمان مطلوب منك خطة بحث اللي هو بروبوزال لازم تعمله، ولو عندك أي شهادات أخرى بقى، تطوع، كورسات، أي حاجة من الحاجات دي تقدر تضيفها في الأبليكيشن. عندنا بعض الملاحظات على المنحة دي. أول حاجة إن المنحة دي متاحة لجميع الأعمار، سواء سنك صغير سنك كبير بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. تاني حاجة إن المنحة دي مش بتحتاج شهادة لغة بشكل إلزامي عند التقديم، ودي من الحاجات المميزة للمنحة أيضا. تمام؟ حابب اوضح كمان ان اخر ميعاد للمنحه دي هو 31 اكتوبر 2021. وهنا ده الويب سايت الخاص بينا، تقدروا تصفحوا عليه منح كتيره جدا وتشوفوا خدماتنا اللي احنا بنوفرها واراء زورنا وغيره الكثير من الاشياء. بالنسبه للمنحه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، زي ما انا قلت انها منحه دراسيه مموله بالكامل من جامعه ملبورن في استراليا. هتلاقي كل التفاصيل هنا زي ما انا وضحت، التمويل، التخصصات، كل حاجه هتلاقيها مكتوبة هنا، وهتلاقي كمان خدماتنا، نبذ عن خدماتنا. وهنا لو انت حابب تعرف اكتر عن خدماتنا وتقدم على احد هذه الخدمات، بتلاقي رابط الخدمات موجود هنا. تمام، طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة دي اللي فيه كافة التفاصيل. هتيجي تضغط على الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك وتشوف كافة التفاصيل الموضحة للمنحة باللغة الانجليزية من على موقع الجامعة نفسه. تمام،
ده موقع الجامعة نفسه، جامعة مولبورن في أستراليا. هتلاقي هنا بيوضح لك التفاصيل بتاعة المنحة. هتلاقي هنا العدد تقريبا اللي هيتم قبوله، حوالي 600 شخص، يعني عدد كبير ما شاء الله هيتم قبولهم في هذه المنحة. بيوضح لك بقى التفاصيل هنا بشكل أكتر، هتكون المنحة فيها إيه مميزات، وهيعطيك في السنة راتب 31,200 دولار، ده تقريبا بيعادل 2,600 دولار شهريا. هتلاقي فيه مميزات كتيرة جدا زي ما احنا وضحنا، وكل التفاصيل هتلاقيها هنا. طيب عشان تقدم بقى للمنحة دي، هتروح حضرتك لكلمة قدم الآن دي أو رابط قدم الآن عشان يفتح معاك الابليكيشن الخاص بالتقديم. تمام، حابب بس انوه على معلومة، ان انا كنت شرحت المنحة دي السنة اللي فاتت وكنت وضحت كيفية التقديم ليها، بس انا دلوقتي هرفق لكم جزء من الفيديو بتاع السنة اللي فاتت، لان هو نفس الابليكيشن مفيش اختلاف خالص، وهوريكم ازاي تقدموا للمنحة دي. طبعا ده الابليكيشن الخاص بالتقديم. في الجزئية دي بتيجي تعمل على apply a new student، يعني انت بتملأ كطالب جديد لو انت ما عندكش بروفايل على موقع المنحة، وبيفتح معاك registration عشان تعمل بروفايل على الموقع الخاص بالجامعة او المنحة. تمام، هيظهر لنا كل الحاجات المطلوبة، كذا section لازم تملأ. فهنا مطلوب منك بعض البيانات انك تكتبها عشان تعمل account بتاعك، تحط personal details بتاعتك، اسمك، تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، تحط الايميل بتاعك وبيانات التواصل معاك، هيتم التواصل ازاي، تحط مكانك، مكان الاقامة حاليا دلوقتي، تحط هنا بالنسبة للجزئية دي تعلم على دي اللي هو السيتيزنشيب بتاعتك، ان انت طالب من خارج استراليا، وانك ممكن تحصل على فيزا طالب داخل استراليا. بتضغط على الجزئية دي، اهم شيء بقى عشان في ناس بتلخبط في الحتة دي. وبعد كده حضرتك بتيجي وهتلاقي هنا بيقول لك اكتب لنا السيتيزنشيب بتاعتك، دولتك فين حاليا، تكتب عنوانك هنا برضو، العنوان الحالي بتاعك اللي انت مقيم فيه حاليا. تمام، هنا بقى بيقول لك اختار الدوله اللي انت هتعمل منها سبميت للابلكيشن، انت مقدم من اي دوله. كيورين ديتيلز ده بالنسبه للكانتري اوف بيرث حاليا، الدوله اللي انت اتولدت فيها واللغه اللي انت بتتكلمها. تملى كل البيانات دي وتيجي في الاخر على كلمه اي اجري وتضغط عليها، بعدين تضغط على ريجستريشن، على التسجيل. تمام، وبعد كده هيظهر لك شويه بيانات تانية تملاها. طيب بعد لما تعمل كل الخطوات دي هيوصلك ايميل. تمام، الايميل ده او رساله على الايميل بتاعك اللي انت كتبته. الرساله دي بتحتوي على اليوزر نيم والباسورد. لما جينا هنا اتكلمنا على الجزئيه دي وقلنا ان في يوزر نيم وباسورد، اليوزر نيم والباسورد دول هتلاقيهم موجودين في الرساله اللي هتوصلك من المنحه على ايميلك. فحضرتك هتاخد اليوزر نيم بتاعك وتاخد الباسورد وتعمل لوجن هنا. تمام، عشان تدخل بقى للابلكيشن وتكمل باقي البيانات المطلوبه منك. طيب دي هنا البيانات اللي انت كنت ملقتها، فاكرين البيانات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، اسمك والحاجات دي، فدي كل البيانات اللي احنا ملقناها. نخش بقى للابلكيشنز، من هنا تضغط على كلمه ابلكيشنز عشان تكمل بقى الخطوات بالنسبه للاوراق بتاعتك. طيب انا كنت عامل كرييت اكونت قبل كده، يعني عملت اكونت سابقا عشان اشرح لكم عليه، فبالتالي انا هعمل ريزيوم هنا عشان اكمل الابلكيشن بتاعي واوضح لكم ازاي تملى الخطوات او البيانات المطلوبه منك. هنا بالنسبه للجزئيه دي، هي الجزئيه الخاصه بالاوراق بتاعتك. حضرتك هتلاقي هنا مطلوب منك خطه البحث، تكتبها هنا. تمام، بروبوزال، مطلوب منك هنا بيرسونال ستيتمنت، خطاب نيه. تمام، مطلوب منك هنا بالنسبه للجزئيه دي هتلاقي بقى البيانات اللي فوق دي هي بيانات خاصه بالمنحه، انك عايز تقدم للمنحه، وبيسالك بعض الاسئله، هل اتقبلت في المنحه سابقا، يعني انت قدمت على المنحه دي قبل كده واتقبلت فيها ولا لا، ولا اول مره تقدم عليها. يبقى دي اسئله بسيطه جدا بتجاوب عليها. وبعد كده بيظهر لك بقى هنا بالنسبه للغه الانجليزيه، بيقول لك هنا في الجزء ده، تعالى بص معايا كده، بيقول لك في الجزئيه دي ان الانجليش لانجويج تيست مش مطلوبه دلوقتي، اللي هو اختبار اللغه مش مطلوبه او اي شهاده، ولكن فيما بعد ممكن ترفقها. يعني حاليا عند التقديم مش مطلوبه، ولكن هي بتسرع من طلبك. لو انت معاك حاليا شهاده لغه، دي بتقوي من الطلب بتاعك. تمام كده بس. وهنا بعض البيانات، تحط السي في بتاعك هنا وشهاده التخرج، كل الحاجات دي بتحطها هنا واي شهادات اخرى، وبعد كده تعمل سيف وكونتينيو. تمام، طيب بالنسبه بقى لاختيار التخصصات، تمام، هنا هتلاقي عند حضرتك في حاجه اسمها هنا سيلكت. كلمه سيلكت دي هي اللي فيها الجزئيه الخاصه باختيار التخصصات.
فانا هنا مش هعرف ارجع للسلكت دي تاني عشان اوريدي عملت سكيب ليها ودخلت على الخطوه اللي بعدها قبلي. فلو حضرتك هتيجي تضغط على كلمه سلكت دي هيظهر لك التخصصات وتختار التخصص المناسب ليك اللي انت عايز تدرسه في المنحه، وتختار المرحله الدراسيه، عايز تقدم بكالوريوس، عايز تقدم ماجستير قصدي او دكتوراه تختارها. وعايز اوضح لكم حاجه كمان، ان بالنسبه لدرجه الدكتوراه الدراسه فيها 4 سنوات، بالنسبه لدرجه الماجستير الدراسه فيها 2.5 سنين، لانها طبعا هيكون فيها بروبوزال. تمام كده؟ كده بالنسبه للمنحه كل شيء واضح. بعد لما بتخلص ميل البيانات بتاعتك بتيجي عند اخر جزئيه سبميت وبتضغط عليها، وبعد كده الابلكيشن بتاعك بيكون مكتمل وتنتظر نتيجه المنحه. فكده شرحنا كل تفاصيل المنحه وكيفيه التقديم. قبل ما اختم بس الفيديو ده حابب انوه ان المنحه دي فيها رسوم ابلكيشن ممكن تكون موجوده وممكن لا على حسب التخصص. يعني انت لما بتوصل للفقره الاخيره من السبميشن ارسال الابلكيشن ممكن يطلب منك رسوم ابلكيشن على حسب التخصص اللي انت هتقدم عليه. في تخصصات مش مطلوب منها، هي معظم التخصصات مش مطلوب فيها، وفي تخصصات مطلوب فيها. تمام. ولو هيطلبوا رسوم ابلكيشن بتكون تقريبا حوالي $100، فيجب برضو الانتباه الى ذلك. فكده وضحنا كل التفاصيل، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.